السلام عليكم، أنا منير جلولي من قفصة. صارت بذيحة في المستشفى الجهوي بقفصة، هزيت المرأة تعبة شوي باش تولد، معناها يمطلوا فيا مش تو باش تولد طبيعي باش تولد كذا. هي معناها البسان تاعها ليميتي، تولد كان سيزاريان. بعثولي للطبيب المحمودي هذا، مشيت له السيد مراني، كان قال لي يعطيني فلوس، وانا في الوقت اللي قابلته فيه ما عنديش فلوس، قلت له تو غدوة معناها انا نجيب لك. على اساس هذاك حبيت نصوره باش نكشفوا العباد كلها ونشوفوا الفضايح نتاع الطب هذوما اللي يمارسوها على العباد، معناها شيء من عجب. الميساج هذا نحب نوصله لوزير الصحة السيد العادي، شوفوا الطب اش تعمل في السبيطارات الداخلية، للتجهيزات لحد شيء، معناها السيد عملها خدمة، معناها احسب انت في الليلة كل واحد يهز من عنده ثلاثة. انا جتني باللطب جتني 200 دينار، ثم شكون يهز 300 و 350 دينار، معناها عملها خدمة. السيد شوف في الجارد نتاعو قداش عمل من عملية، يرجعوا للجارد نتاعو تشوفوه قداش عمل من عملية. السيد معناها عملها خدمة، معناها عملها فلوس، معناها وشي خدمة. المرأة الغرزة قد حلالها غرز، معناها ما تشافش الغرز. هذا ميساج معناه للعباد كله، والناس كل بارتاجي توضح للشيء هذا. سبيطار ساير معناه سبيطار لحاله، ما يزيدش من ثم لا تجهيزات لا حتى شيء، كل شيء بالفلوس، كل شيء بالفلوس. معناه الناس فدت تيقرت، يشوفوا يعملوا تحقيق، يهبطوا القفصة يشوفوا الشيء هذا، يشوفوا السبيطار العادي. السبيطارات كل دارها كان سبيطار قفصة، معناه شيء فيه الخور فيه كل شيء، يهبطوا يدور يشوف الناس. ما صحيح صحيح الفيديو هذا باش يعمل لي مشاكل، اما عادي عادي خلي نتنفسوا شوي، خلي الناس ترتاح شوي. شي عباد كلبة على الفلوس، ربي يهدي، والناس كلها بارتاجي باش تفضح العباد هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدر الصباح مرة طويلة قصيرة، عاملة تحليل ولا مش عاملة تحليل؟ لا المصباح ما مكسر، ممكن مكسر. ايه وراح تعمل جبن ولا بيتزا؟ انا مش بتعمل ان شاء الله جبن وبيتزا. تعمل في حاجة أخرى؟ أنا مش بتعمل في حاجة أخرى. تعمل في حاجة أخرى؟ غدوة السبعة معناها تعمل عملية؟ غدوة ذاك المكان محلول على الدار، حكاية الدم الدكتور. لا تحليل فما بعملوش طب. أنا السبعة متعملوش. باهي. باهي. معناها باش تربي زي تو. وانا اقول لها دكتور 200 بس. اي والله ما حلتهاش، والله كان بذراع بس دكتور. والله دبرناها كان بذراع قسما بالله. واحد على ما يجي. زيد حتى عندي. تو كنت جيت تخرج يا عم ربي يا دكتور. يرحم والديك.